هاي جايز، صباح الخير كثيرين لاباس، نتمنى تكونوا بخير والف خير. لابس حوايج ديال النعاس، كثير ديال مشي النعاس ديجا. دابا حسب 12 ديال الليل، 12 قبل الربع عاد درنا هاد اللايف هذا، كثير ديال مشي النعاس قلت نديرو هاد اللايف هذا شويه. المهم شوف نشوف هيا با عادل، شنت لنا اللايف با عادل، الله يحفظك انت هو اول كومونتير با عادل، الله يحفظك. نديرو هاد اللايف هذا في حالة تقطعات الكونيكسيون، ماشي نعاود ندير اللايف عاوتاني على حقيتاش ديجا الكونيكسيون عيانة هنايا، عندي شرطة واحدة في الريزو واخا 4G عندنا شرطة واحدة. المهم غادي نمشيو هاد اللايف هذا بشرطة واحدة، مشى اللايف هو هذاك وقف هو هذاك، راه لو وقف الاخوان من هنا علمتكم غادي ندير فرتش وماشي نعاود نرجع. با ياسين اسحاق الله يحفظك، نهار كبير هذا اخاي. سير تشوب بسيمو الله يحفظك اخويا، الله يحفظك الله يحفظك، وار براود اوف يو خويا، الله يحفظكم. انا براود من الدراري، انا براود بالدراري الصغار اللي جون اللي طالعين، فهمتي؟ هادو هما اللي عاجبيني تبارك الله، وحتى الناس الكبار اللي كيديروا شي حاجه، ولكن الدراري الصغار عرفتي اصاحبي راه ولاو دابا شي دراري صغار، ولاو دابا شي دراري صغار فهمتي، يعني ولاد التسعينات 16 17 18، بعدا شي واحدين راهم في بانكوك دابا فهمتي، في بانكوك في تايلاند حاضرين داك ليفينمون ديال افيليت وورد ايزيا، ديجا راهم تمايا اللي تعرفوهم اللي متابعوهم دراري مغاربه تبارك الله دابا وكتار فهمتي، وراهم تمايا و ار ميكينغ سام نمبرز بيكوز اوف يور موتيفيشن. الله يحفظك اخويا، وضرب لي الارقام اللي لقى، ماشي زعما الارقام كما كانوا. المهم شوف اللي لقى دولار واحد ما يرحموش، اللي يقدر يجيب دولار واحد الله يسخر ليه فيه، الله اللهم بارك. اخواني انت تلاحظوا في الهضره ديالي راني عيان على حقيتاش ديجا بكري اليوم صافي، راه وصلت حتى كنا زين ندخل لوتوروت في مراكش وجاني واحد التليفون وعاود طرح حتى لدواري زيكي فين ساكن، قضيت واحد الغرض وعاد عاوتاني مشيت فطرت مع الدراري وعاد عاوتاني شديت الطريق للمحمديه، وحنا هاد الليله في المحمديه اللهم بارك. نهار كبير شو 1030 ديجا كملت في جوج دقائق الاولى ديال اللايف، 1072 1073 اللهم بارك. دواري زيك واش باقي خايس سي مو ساكن في دواري زيك؟ لا خويا ما بقيناش ساكنين في دواري زيك، ما كاين دابا حتى شي واحد تما، المهم الدار حتى واحد ما بقاش ساكن تمايا، مره اللي كان بوانتي تمايا فهمتي، الحومه تبقى عزيزه دونك توليكا. الوالدين ما باعوش الدار فاش كبرنا، باقيين الى يومنا هذا محافظين عليها. الوالد شي سيمانه هادي كان بغى يبيع، جا واحد لوفر كان بغى يبيع، قلت ليه شوف نفس الثمن اللي عطاوك غادي نعطيه لك صافي بلا ما تبيع، خلي لنا ديك الدار فهمتي، خاصة تبقى تورات عاوقا ندوز نشوف المهم هادي الدار فاش كبرنا في دوار الزيكا اخاي. المهم الدار مبقاوش عايشين في مراكش، ملي كنمشي لمراكش كنمشي باش نشوف الدراري صحابي وداك الشيء صافي، اما راه ما بقاتش واحد عايش في مراكش، وعما قريب ان شاء الله غادي نخوي مراكش رسميا فهمتي، تنمشي دابا تنمشي باقي تنمشي نشوف الدراري صحابي، وراه فعلا دابا راني ما ساكنش، ولكن من القدام قليل فاش غادي نولي نمشي فهمتي، مع اخي راه كتعيا راه دابا راه كي باقي داك الحماس وباقي ديك ياس ليتس جو نمشيو لمراكش، نمشيو واحد النهار يومين فهمتي، تنعاود تاني نجي عاوتاني الخميسات بلاد الصحه والفليسات، نمشي الرباط نمشي للمحمديه نمشي لكازا نمشي لاكادير، ولكن اخي مع الوقيته كيعيا الواحد و تيتسالى الجهد و كيتسالى داك الحماس و كيتسالى داكشي فهمتي، سير واجي سير واجي سير واجي تعيا. المهم اخاي مراكش كبرنا فيها، تولدت فيها و دوزنا وقيته زوينه و كبرنا فيها و حتى خويناها صراحة. المهم مراكش اخاي مدينة زوينة صراحة، ولكن اخاي حاجة واحدة اللي تيعابو عليها وانا واحد منهم فهمتي، من الناس ديالها يعني، وبالعكس هو غادي يتقبلها بواحد الحاجة زوينة، هي مراكش كتحس كاع الناس راهم عطلة، كتحس فهمتي الناس ديالها ما بغاوش يخدمو ديك الخدمة، ديك العاد ديال الوقت لا يحترم بشكل نهائي عندنا تمايا في ديك المدينة فهمتي، تقدر تزكي مع شي يقول لك مورا العصر فهمتي، هاد مورا العصر ما هاد مورا العصر هو واحد التوقيت ديال ما عرفتش فهمتي، المهم لا صاي سرت مورا العصر ودوز. قضية أخرى هي حتى الغدا فهمتي، هادشي أنا عشتو فهمتي، مثلا كنمشي عند السيكليست كنبغي تقاد الموطور، يا ماش كنت كنقرا كنحتاج الموطور باش نمشي للمدرسة، كنمشي تحط لي الموطور تتبغي تقادو
يعني فهمتي راه الناس ديال مراكش عارفينهاش، كتمشي كتحط لها الموتور كتبغي تكادو، كيقول لك صار جي لي مع 4 العشيه، كتجي لي مع 4 العشيه كيقول لك اه والله الا شتي كنا حاطين واحد الطنجيه عند الفرناتشي وراه باقي ما وجدها لنا، شفت حنا راه باقي كنتسناو غير تجي ديك الطنجيه من عند الفرناتشي اخويا وما يكون غير الخير ان شاء الله. المهم تتسنى انت ديك الطنجيه تجي من عند الفرناتش، كتقول لي معايا شتي، يقول لك جي لي مع 6، كتجي مع 6 تيقول لك اه دابا ديك البياسه عندك خونا خاصو يقادها لينا وحنا باقي كنتسناو. كتجي عاوتاني مع 6 كطل تيقول لك عرفتي شنو، غدا مور العصر باذن الله رجع الموتور جاك اخويا تلقاه واجد، واجد دخل عاشر، تقول لي مشى دخل عزاوي، مشى دخل عزاوي. كتجي عند عاوتاني غدا مور العصر فهمتي، تيقول لك اصاحبي راه الله ود العصر اعطيني واحد الساعتين اخا العزاوي ورجع، تتمشي عاوتاني واحد الساعتين وكترجع. المهم اخاي هادشي اللي كنعاود راه بصح فهمتي، المهم هادي هي الحاجه الوحيده اللي لا انا ولد مراكش وكبرت في مراكش ودرت حياتي كامله في مراكش، الحاجه الوحيده اللي ما كتكفرني على فهمتي ما كاينش اللي احترمت الوقت بشكل نهائي مطلق. وهاد التصريط هذا، دا بيا اني واحد البيريود مشيت عشت في الناظور، وتعرفت على واحد خونا ناظوري وجا قال لي بحال هكا هاد التصريط فهمتي ديال مراكش، فهمتي ما كاينش اللي احترمت الوقت بشكل نهائي. تعرفت على واحد خونا ناظوري ويقول لي انا صاحبني بغى يطلع عليا، قال لي اخاي سيمو حتى ندوز عندك مع 4 الصباح نمشيو للبحر وانا ندير فيها كون، نقول شاد خونا بغى يطلع عليا وانت انا غادي نطلع قافز كثر منه. قلت له دوز اخاي مرحبا، دوز مع 4 الصباح ونمشيو للبحر. انا قلت يعني خونا راه مطلع عليا غير طالع ما يجي يدوز متى لعبه. المهم اللي طرا هو ان 4 ديال الصباح واحد خونا كيصوني في الدار في الناظور، ما باغيش نوض نشوف شكون. الخال ناض طل هو يقول له راه واش كاين سي محمد، قال لي علاش، قال لي راه دار معايا 4 ديال الصباح نمشيو للبحر. جا عندي الخال نوضني من النعاس قال لي يا السيد درتي مع 4 الصباح، قلت له صاحبي راه كيصحاب ليا كيضحك، قال لي ما كاين بوضحك، نوض سير مع السيد درتي معاه. وديك الساعة فهمتي عرفت بلي الكالتشر راه ماشي في المغرب كامل كالتشر وحدة. وفعلا فهمتي نط ميت ومشيت معاه للبحر مع 4 ديال الصباح، علما انه كان تيصحابني انا يربح فهمتي. ومن ديك الساعة خاي وليت كنقول اخاي شوف خصني الرحلة صاحبي من هاد الكوان هذا، راه ما كاينش كاع الاحترام ديال الوقت بشكل نهائي مطلق. مراكش صراحة زوينة، الناس كول، ما عادش تلقى شي ناس فهمتي يقدر دابا حنا بداك الضحك ديالنا وداك التراج ديالنا يقدر يريح مع شي واحد براني تنكونو كنضحكو يتقلى. المراكشين لا اتس اوكي فهمتي، يقدر شي واحد فهمتي انت دوي معاه غير عادي صحاب، واش انت فهمتي ما حاملوش ولا كتكلاشي ولا شي حاجة وانت كنتي كتضحك. المهم الناس ديالها كول، الناس ديالها الله يعمرها دار. الحاجه الوحيده اللي كانت كتشعلني في مراكش هي الوقت. الوقت ما شوف كلشي زوين الا الوقت، ما تدوش في الوقت، الوقت لا تدو على الوقت تولي خايب. المهم اخاي العزاوي رجع من ورا العصر ان شاء الله، وين صاحبي جيتي وقت العصر صاحبي جيتي معصله واحد الساعتين وعاود رجع. المهم الاخوان هاد القصة هادي بدينا بها بين ميجو الاخوان هما تجمعوا شوا 1801 الاخوان تيضحكوا عجبتهم السطوريه. لا والله الا بصح فهمتي مراكش زوينه، مي كاين العيب الوحيد اللي ما كانش كيعجبني فيها هي هاد القضيه ديال الوقت، ما كاينش الاحترام ديال الوقت بواحد الشكل نهائي مطلق. وكبرنا صراحه واحد توحشتي مراكش، راني كنت فيها اخويا غير الصباح كنت فيه لك صراحة تزاديت فيه وكبرت فيه. وبلا ما ندير دي كومباريزون هادي كان هادي بقيت كندير دي كومباريزون هنايا، ما عرفتش ندير دي كومباريزون ما بين هنا وعلى برا فهمتي، ما كاين لاش نكومباريو شي حاجات مع برا. المهم حنا غير بلادنا هادي وحنا مغاربة وشي صراحة 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 هادشي زوين والله، هادشي زوين وكتعلم منه، والواحد هو اللي كيسعى للاحسن والافضل. وماشي كلشي هكا باي دوي، ماشي كلشي بحال هكا، وانما فهمتي هي كالتشر هي الثقافه والاغلبيه. اما كاين ناس ما كتحترم الوقت، وكاين ناس فهمتي كاين ناس بروفيسيونيل فهمتي، وكاين ناس جي مورا العصر. الاخوان شي سؤال تمايا الا كاين شي حاجه باش نفيد رافيك بليزير، مرحبا ألف مرحبا.
بين ما يجيني النعاس شويه ونمشي للناس. راني تحيه من الخميسات يا اخويا، خميسات بلاد الصحه والفليسات، تبارك الله عليك اخاي. هضر لينا على هذه القضيه ديال الانضباط اخاي. الانضباط اخاي راه موضوع كبير فهمتي. و شوف، ملي كتكون صغير كتعلم شي حوايج، ودوك الحوايج من صفر حتى 7 سنين، من صفر يعني من الساعه كتولد حتى 7 سنين، كتلعب على البقيه ديال حياتك كامله. وصعيب الواحد يتبدل من بعد 7 سنين، ولكن ممكن. ماشي تنقول لك، انا تنقول تنكون ديما صريح، معليش يعني بقى ديك القضيه ديال تعطي دوك الامال الخاويه ودوك الطموح الخاويه لعباد الله، وتقول لهم ممكن تبدل، تنعس نوض غادي تبدل، ولا غادي تقرا هذه الكتابه غادي تبدل، ولا كذا كذا غادي تبدل، ولا غادي تشوف هذا البرنامج غادي تبدل. صعيب فهمتي، خاص تكون واحد الاراده قويه فغيمون الا بغيتي تبدل. هو اللي جينا ما ربوناش على من صفر حتى لسبع سنين، ما تربيناش على 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 قليل اللي تربى على الانضباط فهمتي. حنا اصلا كنت كنشوف شي ناس كانوا كيربيو ولادهم على يجمعوا فراشهم، على يسيقوا، على يديروا، على كذا. حنا والدينا ما كانوش فهمتي ديك اللعبه ديال ما بغاوناش لا نسيقوا لا نجمعوا فراشنا لا والو. كنا كنوضوا تنلوحوا الفراش، كنخليوه ملوح حتى يومنا هذا، وتتدير سرتش مع الطريق فهمتي. الانضباط تيبدا بشي حوايج بساط حنا ما تعلمناهمش ملي كنا صغار، للاسف ما تعلمناهم حتى كبرنا فهمتي. دابا نتمناو فهمتي الواحد يتعلم هذا الشيء ويعلمو لولاد، واخا حتى ولادنا حتى هما عندهم توليك الولاد تيتعلموا. الولاد كيتعلموا من واحد الحاجه اللي هي بحال اللي قلتي، كيشوف باه شنو كيدير وكيدير بحالو فهمتي. ما يمكنش يشوف با ما كيقراش وتتقول ليه سير تقرا فهمتي، وكيشوف كهز الايباد ولا هز التليفون. علاه طلعوا لنا الدراري كلشي باغي يهز التليفون. المهم اخاي شوف، ندوى على الموضوع واحد شويه من جهتي ونمشي في حالي، لان فهمتي الموضوع كبير، وانا ديما كنحاول نتفادى واحد القضيه، كنحاول ما ندويش في شي حاجه ماشي في التخصص ديالي، ولا دويش فيها ندوى عليها شويه من جهه التخصص ديالي ونشري في حالي فهمتي. معليش عليا تلقاني كندوي في كاع المواضيع، تلقاني كندوي في الصحة، تلقاني كندوي في التعليم، تلقاني كندوي في المغنيين، تلقاني تنسميتو ما 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 عنديش مع هاد القضية هادي. كاين شي سؤال في الانترنت ماركتينغ، مرحبا على الراس والعين. مشو ولا نمشيو للناس، واش باقي ما جيتش ترجع للطيون خويا؟ جيت للمغرب عندي شي وريقات خصني نقضيهم، باقي ما ساليتهمش، ان شاء الله غادي نساليهم غادي نمشي. ماكرهتش، راه كاين دابا واحد ليفينمون، واحد ليفينمون كاين في الطيون سميتو افيليت وورد ايزيا، اللي ديجا كنشري التيكيت والتيكيت يبقى عندي ما استعملتوش، وماكرهتش نكون تمايا، ولكن فهمتي باقي عندي شي وراق خصني نقضيهم عاد نمشي، وتعطلت هنايا مي في اخر مشكلة تنظيم الوقت ما بين القرايه والخدمه والرياضه، ممكن شي افاده اخويا. الا كنتي باقي تقرا، بزاف الناس يكونوا باقيين تيقراو فهمتي، داكشي بريوريتي، عطى القرايه. نقول للناس اللي باقي كتقراو، دابا نحاول نجاوب بالسربه، عطى القرايه ديالك، عطى القرايه ديالك بزاف اكثر من الخدمه فهمتي. والسبور واحد 3 مرات في السيمانه وصافي، ملي كتكون باقي كتقرا راه السبور واحد 3 مرات في السيمانه بركه، واحد ما يمشيش ديك 6 المرات لاصال في السيمانه، 3 المرات بركه فهمتي. هادشي اللي زعما كنت كندير انا ايام القرايه. وبعض المرات تلقاني كاع قاطع السبور، باش نكون صريح ما بقاش عاوتاني نقول شي حاجه ما كايناش، على حقاش انا في الاهميه ديالي كانوا كيهموني الفلوس هي الخدمه والقرايه. القرايه فهمتي، القرايه راه كنت كنقرا، راه تسول عليا ما كنتش كنغيب في البي تي اس، وكنت كنجي انا الاولاني في السنه الاولى، ومن 3 الاولين في السنه الثانيه، في السنه الثانيه ديال البي تي اس مورا الباك. وهذا ما كنت تلقى مع دراري جون تبارك الله، تيكونوا فهمتي باقيين صغار، باقي في عمرو باقي صغير. تلقى 17 عام كنت تقول خاي سيمو انا ما باغي نخرج من القرايه ونقابل الخدمه. خويا انت باقي صغير، باقين صغير 17 18 19 20 21 22 23 24 25، باقي هادشي كلشي باقي صغير في العمر، وباقي المستقبل كامل قدامك فهمتي، باقي المستقبل كامل قدامك. ما تزربش وتخرج من القرايه، وماشي زعما راه الفرصه دايزه. الا كتفكر شنو كنت كنقول انايا، كنت كنقول في 16 عام كنت خدام في اي بي،
يعني 16 عام خدام في ايباي، دابا في عمري 30 عام، يعني بعد 14 سنه باقي ايباي. وبالعكس دابا عاد الخوت طاحوا على ايباي، وعاد الخوت خدامين في ايباي، وعاد 14 سنه وباقي حتى حاجه ما تبدلاش. الايميل ماركتينغ فهمتي، شي 10 سنين هادي كنت كندوي على الايميل ماركتينغ، باقي الايميل ماركتينغ خدام. كان فاش كنت في عمري 22 عام فهمتي، ديك الساعه هي فاش مشيت للامريكان وكذا. مشيت للامريكان بيان سور، ماشي مشيت للامريكان بدوك الفلوس اللي درت من الانترنت ماركتينغ، ملي درت ما يفوق شي 500 600 الف دولار، عاد ديك الساعه فكرت نمشي للامريكان. فهمتي على حقاش مشيت للامريكان شحال من واحد تيقول لك راه مشى على برا عليها دار الفلوس. صافي انا مشيت حضرت ايفينمون 12 يوم وجيت، وبيان سور مشيت اصلا لاش اكسبتاو لي الفيزا، اكسبتاو لي الفيزا ديال الامريكان بدوك الفلوس اللي شافوا عندي في الكونت، وما تيقوش ان دوك الفلوس عندي هي جوج. قالوا لي عاد ديك الشركه كليك بانك صيفطات لي واحد الورقه اللي هي شركه امريكيه وطبعه من عندهم في امريكان، وطاقوا فيها لانها شركه امريكيه. قالت لهم فعلا هذا السيد هذا راه دخل معنا من هذا المده، دخل معنا هذا المبلغ هذا في الطوطه. وعاد السي جي تاع واحد الشركه سميتها كوميشن جانكشن صيفطات لي واحد الورقه اللي ديتها لهم، اللي فيها فعلا هذا السيد من هذا المده دخل معنا هذا المبلغ. عاد واللي لعب في صالحه هو دوك الشركات امريكيين، فهمت يعني. من شوف شنو طرا في الباك اند، ممكنش تعرفوا واش كونتاكتاوهم باش يتاكدوا ولا داكشي، من الله يستر وابروفو لنا ديك الفيزا ومشينا. فهمتي ما راه ما راه فهمتي. تنعرف مساكين بزاف ديال الدراري وبزاف ديال البنات اللي يستاهلوا كيمشيو كترفيز عليه، والله يسهل الجميع. فهمتي هي ماشي شي حاجه سهله وماشي شي حاجه صعيبه. المهم هذه زدتي الوثائق ديالك، دير المسائل ديالك، وكون في الهضره ديالك، كون في الهضره ديالك واضح، ما تبقاش تدور الهضره في راسك. ديك الهضره اللي كدور في راسك حتى هي قوله. فهمتي على حقاش باقي عاقل؟ باقي عاقل كنسولني واحد السؤال، شحال دابا وانت خدام فريلانسر؟ ما بداش تجيك وقلت نو، باقي عاقل فهمتي. قلت بديت كنخدم فريلانسر ملي كنت في عمري 18 عام، ملي جديت البكالوريا. هذاك الشيء كنفكر فيه في راسي كنقوله، ودابا في عمري 22 عام، يعني ربع سنين هادي وانا خدام فري. داكشي اللي كتقول تدورو في راسك كيقولو، ما يمشيوش عينيك ديك ها، لان ديك ها كتعني انك كتصنع شي تصنع ديك ها كتعني انك كتصنع شي فيلم في راسك. كاينه ها كتفكر وكاينه ها فهمتي كتصنع شي، ولا اكثريه راه كتكون شي اختلاف عند شي ناس. بدل انا كنديرها الا كنت كنفكر للجهه الاخرى، وشحال من واحد تيصحاب وراني كنصنع شي ستوري في راسي فهمتي. يعني بحال اللي قلتي باغي تكذب، يعني كتقد الكذبه، كدير ديك ها تيقول هذا خونا هذا باغي يكذب فهمتي. هادشي مع ما يقدر حتى مع بوليسي، يقدر مع حتى شحال من حاجه فهمتي. دوك اللي تيكون بغيط عليك الباسبور ولا شي ايميغريشن تيكون كيسولك، ردت لك الحركه، ضربت لك البال الحركه ديال سيميو. خلي عينك على عيني، وداكشي اللي كتفكر فيه يقولوا يقول فهمتي. داكشي اللي غادي تفكر فيه يقولوا ما سيميو فهمتي. بدات تلقاني تنقول شديت الباك على 18 دونك، ودابا 22 دونك، ربع سنين دابا. هذاكشي اللي غادي تفكر فيه غير قولو فهمتي. سيميو يكون واضح غير قول اصلا، ما سيميو حتى هو تيكون مرتاح معاك فهمتي. ماشي ديك فهمتي ديك تيقول مشى اخونا يصنع ليا شي قصه، تيفكر ليا فشي كذبه دابا. هادشي ماشي مع فهمتي، هادشي حتى هادشي تنقول لك هادو نصائح فهمتي. حتى مع ايميغراسيون ديال اي بلاد، راه تكون نازل عندهم في المطار غادي يسولك شي الاسئله هاكا، كتعني انك كتقد كذبه فهمتي. ماشي هي راه ماشي كتقد كذبه، هي راه كاين ناس عادي، راه الناس الصريحه ديما تدير ديك تتجاوب، تتفكر تجاوب، تفكر تجاوب فهمتي. تقول هذا تيقد ستوري في راسو وتيعطيها ليا، تيقد ستوري في راسو وتيعطيها ليا، تيقد ستوري في راسو. سيميو داكشي اللي فهمتي تدور لك في الراس يقولوا داكشي، وخصها خلي عينيك مقادتي. وبيان سور ما هاديش تقدر ديرها الا كنتي باغي تكذب، الا كنتي باغي تكذب غادي تورق، ما يمكنش تخلي عينيك. لا اون فوا تفكر تكذب عينيك غادي تحركوا، وعينيك غادي تحركوا، دونك انت راك كتقد ستوريا، دونك راك ما كتجاوبش بصح. خويا سيمو كيفاش نولي؟ عاد هاد السؤال هذا بغيت نقرا وما بغيتش نقرا. كيفاش نولي مليونير بحالك؟ خويا نقول لك واحد القضيه ساهله الاخوان، ساهله بزاف. دابا بزاف الناس كتلقاه مركز على داك ال1 مليون، وداك ال1 مليون دولار از فاكين نوتينغ، هي حتى حاجه. على حقاش دابا الا مشيتي قلبتي على شي فيلا في الرباط، غنقول لك واحد القضيه، واحد شي فيلا في الرباط محترمه. على حقاش كنت كنقلب على شي فيلا في الرباط،
تتقلب على شي فيلا في الرباط محترمه، ما كاينش قل من مليار، محترمه ما كاينش قل من مليار. مليار الله كيدخلك الاحترام، يلا كيدخلك الباب، مش باقي ما وصلتيش، ما وصلتيش زعما شي حاجه محترمه، يلا دخلك مع باب الاحترام، فهمتي؟ داك المليار، داك الفاكين 1 مليون دولار في الرباط، شي فيلا اللي محترمه الله مع الباب الاحترام، خاصك مليار. وبديك الساعه انت وجهتك مليار و500 مليون، مليار و600 مليون، هذه الفيلا باقي ما ضربتي لا حديده لا طوموبيله لا طلعتي عماره، ما شريتي ساس، ما طلعتي ما درتي حتى شي حاجه، فهمتي؟ يعني داك الفاكين 1 مليون دولار اللي تيحمق معاه بنادم راسو، راه هو والو، راه باقي ما باقي راك باقي فهمتي، راك باقي في الحضيض ديال المغرب، يعني راه باقي ما باش نقول لك المغرب فين واصل. وانت علاش جيت انت باقي في الزيرو وجيت تحمق راسك مع ال1 مليون دولار اللي هو مليار المغرب؟ راه الا ما جبتيش ديك الدولار ديالك الاول اللي هو 10 دراهم، راه والله الا درتي 1000 درهم راه خاص تجيب 10 دراهم، وملي تجيب 10 دراهم ما تفكر حتى فشي حاجه، فكر في 1000 درهم، وملي تجيب 1000 درهم وديك الساعه عاد فكر في 10000 درهم، وملي تجيب 10000 درهم عاد فكر في 100000 درهم. يعني انت اش فكرك في ال1 مليون دولار؟ اش فكرك في ديك 10 مليون درهم مغربي؟ اش فكرك فيها اصلا؟ ما خاصكش تفكر فيها وما خاصكش تحمق راسك معاها، خاصك تحمق راسك كيفاش تجيب 10 دراهم. انت ما عمرك جبتي حتى 10 دراهم وكتفكر في 1 مليون، خاصك تفكر في الاول تجيب 10 دراهم، تجيب 10 دراهم وفكر تجيب 100 درهم، ولا ما جبتيش 100 درهم ما عمرك غادي دير شي حاجه في حياتك. وملي تجيب 100 درهم ديك الساعات فكر في 1000 درهم، وملي تجيب 1000 درهم ديك الساعات فكر في 10000 درهم، وملي تجيب 10000 درهم ديك الساعة طلع ستوندارز وقول 100000 درهم، وملي تجيب 100000 درهم فكر في مليون ديال الدرهم، وملي تجيب مليون ديال الدرهم عاد ديك الساعة فكر في 10 مليون. ديك الساعة تولي تيبان لك الطريق، ديك الساعة تولي تتبان لك الطريق، فهمتي؟ ما عادش كتمشي، ما حتى الطريق كتبان لك، ماشي انت بجالسة هكا في داركم ما عرفت حتى حاجة، ما عمرك درتي حتى بيعة في حياتك، ما عمرك كلوزيتي حتى شي ديال، ما عمرك سلمتي على شي كليان بحال هكا بعد ما مبروك مبروك في الاخر وبعتي ليه، ما عمرك بعتي حتى اونلاين، ما عمرك درتي حتى شي ديال في حياتك، كيفاش ندير مليار؟ ما غادي دير لا مليار لا والو، كتفلى على راسك كتضيع وقتك، فهمتي؟ وتيدخلك هاد الشيء، هاد الشيء كيدخلك تيدخلك لواحد القضية تتسمى الاوفر تينكين، كتولي كتفكر بزاف. واخيب حاجة اخيب حاجه كطرى لك في الحياه هي تدخل في ديك الاوفر تينكين، كتبدا تفكر بزاف ما كدير والو وكتبقى كتاناليزي، وكاينه واحد القضيه كتجي خايبه اللي سميتها اناليزيس باراليزيس، كتاناليزي تبقى كتاناليزي حتى تباراليزا، فهمتي؟ تعقلك شي وقف، ما خاصش الانسان يبقى اناليزي بزاف ويحمق راسو. ونعاود عاوتاني نرجع عاوتاني وسينا في القصه من 100 درهم ل 1000 درهم ل 10000 درهم ل 100000 درهم لمليون درهم ل 10 مليون درهم اللي هي مليون دولار، ونعاود نرجع عاوتاني للبدايه ديال القصه ونقول لك عاوتاني مبروك، راه مليون ديال الدولار يلا ولا تيجيب لك شي فيلا على قد لا لا الباب الاحترام، ماشي على قد الحال، باب الاحترام يلا ولا تيجيب لك انت شوف ما خسرتي والو، ها افيتو كاين، ها ماروك انونس كاين، ها السيتات تاع العقار كاينين، ضرب واحد الدويره في جوجل سير شوف شي فيلا كونتومبورين ديزاين شي حاجه في الرباط، هي الباب ديال الاحترام، شوف شحال الثمن، تلقى تما واحد المليار و100 مليون، مليار و200 مليون، مليار و500 مليون، مليار و600 مليون، يعني فهمتي؟ مرحبا بك، ويلكم تو ذا مليونيرز كلاب، يعني الله الله دخلتي، فهمتي؟ لحقاش صمد فكرت تلقى تيشد مثلا شي واحد الشخصيه في تشاركتها، مشات لي سميت واحد الطالياني كنت شاركته انا اللي بارطاجيته، تيشد تيقول لك الصاد انا باغي نعيش بحال هاد الصاد، خاصني 1 مليون، خاصك الفاكين شيت اللي خاصك، ماشي خاصك ال1 مليون دولار، ما خاصكش ال1 مليون دولار باش تعيش بحال داك خونا، خاصك واحد 300 مليون دولار، ولا بغيتي تعيش بحال الطنبيل زين خصك 100 مليون دولار، ما خصكش المليون دولار ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، هادشي اللي عند الدراري المغرب، فهمتي؟ الدراري المغرب كلشي محصور ما بين الواحد والعشره، الاكثر اللي كنعرف محصور ما بين ما بين ما بين واحد والعشره. ها واحد الاخ كتبوا لنا جان لوكا فاتشي، جان لوكا فاتشي فراس مالو 300 مليار، ما فراسش مالو واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، شتي واحد راه باقي كتشحت يلاه دخلتي مع الباب ديال الطلبه الكبير، فهمتي؟ باقي ما ديتيك بحال هكا. جوج بديتي كترقع شويه حيدتي الجلابيه لبستي السروال، ثلاثه باقي طلاب، فهمتي؟ ما عرفتش انا الدراري شنو كيتخايلوا زعما، راه فهمتي؟ راه ما 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 ما
كلامك خاوي اخاي سيمو انت اخاي افيتو شنو دابا ملي كتكون جيبك خاوي حتى انا هادشي اللي كان كيصحابني فهمتي كان كيصحابني هادشي صحابني غادي نديرو ال 1 مليون 2 مليون ترين غادي تساجي تجي تغى غادي تولي غادي تولي عايش في شي نيفو ما كاينش ولكن للاسف الا عشتي في شي نيفو ما كاينش عرف راه الزرو ما الزرو كيتسناك وكنعرف شي اخوان بحال هكا كنعرف شي اخوان بحال هكا ما دار كاع ال 1 مليون دولار كتلقى داري شي 100 الف دولار كتلقاه في الاحسن نايت كلابس مسافر بريمير كلاس تيتشيز كدا بعد 3 شهور الزيرو ان شاء الله تيترجع للزيرو تيمشي عاوتاني كيخدم تيخدم يخدم 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 تيجمع واحد 200 بركه تي تي تيكسري عاوتاني ما تشدوش كتلقى جمع واحد 200 بركه زيرو ما عندوش حتى فين يسكن مشى شرا الرانجا مشى شرا الرانجا في ما بين المدن كل ليله اوطير كل ليله نايت كلابس تيتشيز يرجع للزيرو عاوتاني يبيع ديك الرانجا ياكل عاوتاني فلوسه في الصارات الحوايج يرجع للزيرو عاوتاني تعاود يخدم 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 وكيعيش فهمتي كيعيش داك الرات ريس كيعيش داك بحال داك الفار اللي دايرينو في ديك الدواره تيبقى كيجري كيبقى يجري 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 والحياه كدوز واخي بحاجه اخي بحاجه ممكن تطرى لك يطلع للفوق وتنزل للزيرو يعني ما شوف غنقول لك بيان سور ما تكون عايش شحات ما غاديش يكون في راس مالك 1 مليون دولار وغادي تكون عايش شحات غتكون ضارب حديده مزيانه غتكون صاي المهم شوف غنقول لك شنو تيجي مع ال 1 مليون دولار واحد الحاجه زوينه كيجي مع واحد راحه البال فهمتي اجي شي حاجه اللي كتجي مع واحد السيكوريتي ما تجيش تجي معنا واحد زعما راك اجي تعيش داك ذا فاكين جريت لايف ستايل باقي ما فهمتي باقي ولا عشتي غادي تعيش واحد العام وغادي ترجع في حالك ترجع شي حاجه عاوتاني يعني غادي تجي معايا واحد القضيه مهمه كتجي معايا واحد السيكوريتي تتحس براسك ديك اللعبه ديال اوكي وغادي تولي تفكر غتوصل واحد النيفو في داك الهرم ديال ماسلو اللي فهمتي تيخليك بحال قلتي تبدع في التفكير ديالك ديك اللعبه ديال انا دابا راني بخير عندي الوقت باش نفكر عندي الوقت باش ناخذ قرار طويل ماشي ما تنتسناش نوض غدا مع الصباح صحه نخدم الا ما خدمتش غادي نموت عندي واحد الاملاك اللي ضامنين ليا تيدخلوا ليا فلوس شهريا عندي شي بروجيات كيدخلوا ليا الفلوس شهريا عندي شي حاجه كتدخل ليا الفلوس شهريا صافي كتولي مرتاح اما زعما راه غادي تعيش واحد الفاكين لايف ستايل صافي سمح لي نقول لك راه باقي فهمتي بيان سور هاد الهضره ما كنتش عارفه فهمتي هو هاد الهضره هادي خاصك تدوي مع شي فاكين مليونير غادي تمشي عنده تقول ليه شنو يعني لك 1 مليون دولار غادي يقول لك هو اكبر تقوليبه ممكن تقول في حياتك اول مليون دولار ديالك هو اصعب 1 مليون دولار في حياتك وين فوق كتوصل ليه كتحس بواحد التقوليبه خايبه تحس بواحد التقوليبه خايبه لانك كتقول قول فاك اصاحبي شحال بدلنا ديال الانرجي على قبل هذا الشيء وملي وصلنا ليه وبغينا نستعملوه والو اصاط برايفت جيت خصك ثلاثه منه ما خصكش داك الواحد اللي خدمتي عليه ديك المده كامله ما خصكش داك الواحد وانت كنت كتشوف واحد خونا عنده واحد البرايفت جيت كان هو اللي بحال كيجي كيانسبيريك دونك ما يمكنش ندير برايفت جيت بغيت ديك الفواتوره ديك الفواتوره غادي تخلى على التولد ديال داك المبلغ اللي جمعتي 360 الف دولار بغيت فيراري ولا لامبورغيني تيدير 360 الف دولار تخلى على التولد لا ما نقدرش نتخلى على التولد التولد زيد عليها ليسانس زيد عليها كذا زيد عليها خاصني ما يمكنش نشريها ونباركيها في راس الدرب خاصني نشري لها شي فيلا الفيلا باقي كندوي وانها كدير مليار فهمتي دونك اجي تشري غادي تشري الفيلا ولا اجي تشري الطوموبيله لا اجي نزل من الفيلا غادي تنزل من الفيلا تشري شي فيلا عاديه راه حشومه مابقاتش جايه معاك الحديده المزيانه ديال 360 الف دونك كيفاش دونك غادي نشري غادي تولي اتحماق فهمتي غتولي واحد الاخ قال لي واحد الاخ كتب لي هادشي عجبني اللي تحت منه كتب والله انا ما فهمت والو شتي فهمتي على ان شوف الاخ ما تحمقش راسك بزاف الا كان عندك حتى هادشي ما تحمقش مع راسك بزاف الا كان عندك واحد الحلم ديال 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 سميتو ديال 1 مليون دولار المهم انا غادي نقول لك راه ما حلم ما والو المهم الاخوان اللي فهمتي ماشي ما حلم ما والو خاص تزيد 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 ماشي زعما راه الله راه الله في البدايه الله في عتبه الفقر الله دجتي عتبه الفقر نقصتي مبروك عليك فهمتي الله دزتي من ديك عتبه الفقر دزتي مبروك عليك الطبقه المتوسطه
نقص من ستوريات ديال الماكله. خويا از ماي فاكين ستوريز، تندير فيهم اللي بغيت، ندير فيهم الماكله، ندير فيهم اللي بغيت، فهمتي فهمتي. ما عجبكش دير اون فولو، ما هادشي اللي صعيب عندنا في المغرب، هو ديما الاخر تيحاول يشونجي الناس، يشونجي الناس يوليو داكشي اللي بغاو. حاول تبدل راسك، انت حاول دير واحد البروفيل زوين، دير فيه داكشي اللي انا ما تنديرش واللي ما بغيتنيش ندير. داكشي اللي كيبان لك زوين وانت حتى ديرو، الاخر حتى هو داكشي اللي كيبان لي انا ما درتش، تيبان لي شي حاجه درتها زوينه شي حاجه ماشي زوينه، دير انت داكشي زوين وخلينا انا ندير داكشي الخايب. ندير ستوريات الماكله، ندير ستوريات ديال اللي بغيت. على حقيقه راه الحياه ماشي هي الخدمه ولا الهضره في الخدمه، الحياه راه هي الماكله، هي الدوران، هي شد الطريق، هي صحابي، هي كدا، هي سميتو. وانا بمشي، انا ايام مادافاكر فان ديال الماكله، فهمتي. انا عزيز عليه واحد البرنامج مصري كيمشي، راه ما مشات لي السميه ديالو، شي اخ اللي تعرفو يكتبو تمايا، واحد المصري داير، كاين ميريكاني ولكن انا عجبتني النسخه المصريه. واحد المصري غليظ داير برنامج، شنو هو البرنامج، شانيل في اليوتيوب، كيمشي لي ريستورون كياكل وكيصور. واش كيدير؟ لا مذاق ما شاء الله، ما شاء الله المذاق، بتحسو تبقى توصف لك الاكل. والمشكله هي المشاهدين ديالو بالمليونز. تنتمنى شي واحد يكتب لنا، هو كتب الاخ الاكيل، الاكيل. المهم الاخوان، هو كاين هو تفكرتوا الاكيل ها هو الاخوان كتبوه، تمنيت ولكن ما عنديش الوقت لهذا الشيء، فهمتي. انا راه فان ديال الماكله، كتعجبني الماكله، الشكل ديالها هكا، البلام اللي كيحطوه مقاد كدا، بلام خرمز، بلا شعبي، فراس الدرب، شي نص ديال الطون الحرور، اي حاجه عزيزه عليا، فهمتي. يعني ما كرهتش نكون مثالي وندير لكم، ندير لكم شانل اليوتيوب. والله وجيت لحظه ان المغاربه بزاف اجي يعجبهم هذا الستيل هذا، اجي نجي السلام كل نهار نزكي مع ريستورون غادي لي. ما كرهتش نلقى شي شانل بحال هكا، يمشي تيستي لنا الريستورون، نقول لك اليوم اجي نمشي لكم الريستورون الفلاني ديال الحوت، مزيان سير لنا خير ريستورون فين الحوت، يوميا انا نتفرج فيه، ما كرهتش نمشيو ندير ليه بلاي. هذا الريستورون كاين في مراكش، والله ما كنت عارفو، سير كل نشوف. عندهم هذا البلان، عندهم هذا البلان، وحط لنا واحد خمسه لي بلا هكا، وقول لك هذا البلا صبر نجربوه، هذا الحوت هذا مزيان، هذا كتحسو. المهم اش نقول لك، ما ريكومونديش ليك الا جيتي حسن كل هذا، اجي عجبني الحاله صاحبي، فهمتي. ولكن ما عرفتش، فهمتي، هي مساله ديال الكالتشر، فهمتي. حنا عندنا واحد الكالتشر ديال ما تجي، علاش شكون تيلا تقول لي ما نديرش ولا ندير ولا كل يدير اللي بغى البلاد، فهمتي. ديال كلشي، واللي بغى يدير شي حاجه يديرها، والانستغرام ديال كلشي. ما عجبتك شي حاجه تخسر حاجه وحده، ان فولو، ندير ان فولو المادافكر، علاش انت فار راسك نزيدك حاجه اخرى ما عجبكش سير ديال لي بلوك المادافكر وارتاح منه دقه واحده. الاخوان تنتقعات كونيكسيون، اللهم بارك. تقطعات الكونيكسيون، رجعات. شنو هي مواصفات المنتوج المربح في نظرك؟ اخويا المواصفات ديال المنتوج المربح في نظري هو واحد الجود اوفر، فهمتي. خاص يكون شي اوفر مزيان، تيشوفوا الناس تيبان لي انه راه كاين واحد الوفر مزيان، تعطي واحد الحاجه اللي كتبان بواحد القيمه، تتبان بقيمه قداك وانت عاطي بواحد السعر قداك، ماشي كتبان لي القيمه ديالها قداك وانت عاطي بواحد السعر قداك، فهمتي. ما هادشي يشريو الناس خاص تعطي شي حاجه كتبان انها قداك والسعر ديالها قداك. ما هذا لك انت باغي تبراندي، فهمتي، كنتي باغي دير شي براند وشي حاجه بيان سور، فهمتي. دابا مثلا تيجيو الناس كيعياو، ما يحمقوا راسهم. واحد الدري صاحبي قبل ما نشري هذا الايفون هذا باش دير دابا اللايف، سميتو الاكس اس ماكس شي حاجه بحال هكا، المهم فهمتي، ما عرفتش شنو سيري هذا الايفون هذا، الاكس اس بلاس، المهم الاكس اس ماكس الاخراني. المهم مشي بغيت نشري هاد الايفون هذا، جا عندي واحد الدري صاحبي يا مسط راسو معايا، اخويا السيم ولا صاحبي راه كاين واحد التليفون والله ما عرفتش، غنتفكر الا كان سميتو الاوبو ولا شي حاجه اخرى، وار عليه وكدا، واجي نصورو بجوج وشوف، نمشيو عندهم نتاخذ التصويره بسميتو وانا ناخذ التصويره بهذا ديالي وشوف فرق كبير، تمشي تضيع 2 مليون وهذا داير صاحبي هير 700 دولار 7000 درهم وهذاك داير 20000 درهم، علاش اخويا السيم تضيع 20000 درهم؟ صاد انا باغي نشري ايفون،
انا باغي فهمتي كاين الا وصلت لواحد القضيه ديال البراند صافي الناس ما كتبقاش كتهمها شحال هادي تخلص. انا المهم اجي نشري ايفون وسالينا، فتعيا ما تشرح ليا مصوره احسن غنشري ايفون، هذا احسن غنشري ايفون، على حقيتاش شتي نديرو تاني كنديرو لعباد الله فهمتي، على حقيتاش شحال من برودوي كنبيعوه في امازون، الناس اخرين تتلقاه لاعب على البري، حنا لاعبين على الديكور وعلى شي حاجه زوينه وعلى البراند فهمتي، ما لاعبينش على 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 نبقى نتنافس معاك، انت ترخص انا نزيد نرخص، انت ترخص انا نزيد نرخص، انت ترخص انا نزيد نرخص، اجي واحد فهمتي، اجي بقاوين نتقاتلوا تمايا، انت ترخص انا نزيد نغلي ونقاد الباكيجين وشي حاجه واعر فهمتي، الا تحطينا حنا بجوج في السوق فهمتي بحال هكا بجوج، بنادم يشوف يقول هذا صعب تيبان رخيص ومدرح حرتوك، بالعكس قتلتي راسك، هذا ب 7 دولار وهذا ب 27 اخويا، باين 27 هو الواعر، شو هذا يشكلو يوريك فهمتي، انا قد جيت واحد الباكيجين واعر وقد جيت شي حاجه واعر، وعاد زيد السمعه اللي كتبني مع الوقت وداك الشيء حتى هي مهمه، وملي تعطي البنات القرعه ديال الدجاج ماشي هي قرعه البلاستيك، وقرعه ديال الدجاج فهمتي اللي ثقيله ماشي هي قرعه ديال الدجاج اللي خفيفه، وقرعه ديال الدجاج بيان سور مايله بحال هكا البرودوي ومرسومه فيها البراند، ماشي هي قرعه ديال الدجاج ديال والو ولا ديال البلاستيك، و باكيجين تيجي فهمتي تجي كرتونه كبيره بحال هكا مسدوده وثقيله، ماشي هو انت كديروا ليه في كرتونه ديال رقيقه، وكرتونه اللي كيحل البلاستيك بحال هكا وكيحل بحال حل شي كتاب، وكيجبد الكرتونه من فوسط الكرتونه وكيحل عاوتاني بلاستيك اخر وكيحل بحال هكا، وعاد كيجبد الكرتونه الصغيره اللي كيحلها وتيلقى فوسط منها البرودوي اللي ديال الزاج داير بحال هكا فهمتي، شي حوايج اللي تيبانوا بصار ولكن تيفرقوا تيديروا الفرق بزاف في البيع. اش نقول لك، مواصفات البرودوي الناجح هو فهمتي شي حاجه كتبان قد هكا وكتعطيها للناس قد هكا، هي كتبان ماشي كتسواش قد هكا، الا كان تيسوى قد هكا وكنتي كتطلب فيه قد قد، الا كان تيسوى قد هكا وكتطلب فيه وتيتقام عليك انت بقد هكا، كان تيسوى قد هكا وكيتقام عليك انت بقد هكا، ولا راك خاسر، خاص سير يكون كيبان انه بحال هاد الايفون شحال تلقى القيمه ديالو باش قيمه عليهم 1000 درهم ولا شي 2000 درهم الا كثر، والله ما يفوتها الا كثر 3000 درهم، المهم راه تلقى دوك لي مارج ديال الربح تيكتبوا عليهم لي سيت ديال بحال تيكرانش وداك الشيء، تلقاه كاتب على بشحال تيتقام الايفون وبشحال كيتباع، هتلقاه ما قايمش ما فيهش واحد 3000 درهم وتيباع ب 20000 درهم، يعني كيبان بقد هكا تيبان وتيبيعو، تيبان لنا انه ديك القيمه اللي طالبين فيه كيوهمونا انها تيستحقها او ما تيستاهلو فهمتي، او بيان سور شوف انا تنامن بواحد الحاجه، يو جيت وات يو باي فور، بحال دابا خرج مع واحد الدري ويقول لي صاحبي دوك بيمويه ديال الدرهم تيبداو زوينين وفي الاخر تيوليو عيانين، قلت له صاحبي لانه تيبقى بيمو ديال الدرهم، قلت له ولكن بيمو ديال 6 دراهم اللي كليتيه 10 سنين هادي وباقي دابا ب6 دراهم راه باقي نفس المذاق ديال 6 دراهم، لانه في الاخر داكشي اللي خلصتيه هو اللي كتاخذ، او بيان سور الا خلصتي تليفون غالي ومشيتي عندهم في ابل في اي دوله في العالم عطيتيه لهم ما تيقدوه لك، كاين عندهم واحد السيبور تكنيك ديال تيبقاو تابعين البرودوي ديالهم تيبقاو تابعين البرودوي ديالهم، يقدر كونيكسيون كفاش غادي نكمل هضرتي الا وقفات كاع غادي ندير اند وصافي، الا ما عاودتش رجعات ندير اند وصافي، قلت لك تيبقاو تابعين البرودوي ديالهم وكيبقاو تيوفروا لك واحد السيبور تكنيك، ما عرفتش الكونيكسيون كفاش، اوكي هاهي رجعت، قلت لك كتشري شي حاجه غاليه بيان سور ماشي هي كتشري شي حاجه رخيصه، قهوه غاليه ماشي هي قهوه رخيصه، تتشري بيسي غالي ماشي هو بيسي رخيص، والشطاره فهمتي تتبيت بلاشا، دابا مثلا التليفون خسر تمشي تجي في اي بلاصه في العالم تمشي عند ابل ستور ولا شي براند اخرى اللي عندها لاغريمنت تاع ابل ستور، تقول لهم السلام عليكم خسر لي التليفون ها هو اجي قدو لك، يعني فهمتي كاين واحد السيبور ما هادشي يدير لك اللعبه ديال صراحة يا عاود تفكوا منك، لأنهم مخلصين بزاف كتعطيهم واحد الأريحية في يتعاملوا عباد الله، يتعاملوا مع عباد الله ويتعاملوا معاهم مزيان، عكس أنت خلصت رخيص يعطوك واحد السيرفيس اللي حتى هو رخيص وباخيس وكتبقاو كتقاتلوا بيناتكم، فهمت؟ نفس القضية مع لاسيرونس، نفس القضية مع كل شيء، فهمتي كنا واحد النهار مسافرين أنا وواحد الدري، هذاك الدري خدا لاسيرونس بشي 12 دولار، فاكيت شي 12 دولار شي 120 درهم،
خدا سيرونس ديال على التصافيرات ديالو كامله، على التصافيرات كانوا عندنا بزاف تصافيرات متابعين، تصافيرات 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 تصافيرات، هو قال لك مخلص لاسيرونس على بزاف ديال التصافيرات، على البواليز وعلى كل شيء وعلى راسو مخلصها قال لك ب 120 درهم. المهم واحد الساط اخر مخلصها بشي 1500 درهم. المهم في الاخر هذا كيتصل بلاسيرونس ديالو كيتهربوا عليه، وهذا بالزربه ريكوفراتو لاسيرونس ديالو وعوضاته في كل شيء، كتحصل على داكشي اللي كتخلص في الاخر، فهمتي؟ تنبيعو وي كنبيعو برودوي في امازون كنبيعوه بالغلا، ولكن راه كاين واحد السيبور تكنيك، كاين واحد الريفاند مريح، ما عجبكش جدك البرودوي واخا يكون باقي فيه شويه، بلا كارتونه بلا والو، زو ردو لامازون فلوس كامله غادي ترجع لك صافي. اللايف تي تقطع بزاف اخويا، راه عندنا عندي هنايا شرطه وحده، عندي الفورجي وشرطه وحده، خويا السيمو جيت تتبان عيا، واي خويا راه عرفت تنبان عيا، راه نلخرت النهار هذا ديجا، دابا راه 12 ونص الليل، هادي كونيكسيون كتقطع عندنا واحد السطر، عندنا سطر واحد تيلا سميتو، شي دولة فرنسية تنصحني بيها فيها سي اودي من غير الطيران. خويا كاين كاش اون ديليفري، كنصحك باندونيسيا، فيها الخير والبركة اندونيسيا، فهمتي؟ وغير جاكرتا ما جيتش تسالي، يعني مشيتي لجاكرتا والكاش اون ديليفري ديرو تشد فلوسك في نفس النهار، فهمتي؟ يجي عندك واحد السيرفيس سميتو جوجيك، يجي ياخذ من عندك السلعه، يمشي يوصلها لهذاك، ياخذ لك من عنده الفلوس ويجيب لك الفلوس سور بلاس، تبقى شي غادي السلعه غادا الفلوس الجايه. هادي اندونيسيا، سريلانكا حتى هي كنت فيها. شوف اخاي، شوف وعلاش انت تمشي حتى لاسيا؟ احنا عايشين في المغرب راه فيه الكاش اون ديليفر، الواحد يخدم هنايا، وعلاش اخاي تمشي حتى لاسيا؟ علاش الجزائر حدانا الواحد يشوف شنو عندهم؟ راه شوف كاين دي زوبورتونيتي في هاد البلدان تاع افريقيا، كاين ما يدا ها تونس حدانا. طب بزاف ديال الدراري، السلام خويا السيمو، منين نبدا خويا؟ راه داكشي الانترنت ماركتينغ كبير، واش تبدا الريسكين ولا تبدا فايفر؟ انا تنصح ديما الناس اللي بعمرها بدات تبدا فايفر، تبدا في اي باي، تبدا في خماسات اللي عندها مع اللغه العربيه ما عندهاش مع الانجلي، تبدا تما فهمتي، تجمع 5 دولار ب 5 دولار ب 5 دولار، واهم حاجه هي راس المال، فهمتي؟ الواحد يبدا يجمع راس المال. ومن وراها ملي ولي عندك راس المال شنو خصك دير؟ شوف اخاي الاي كوميرس راه فيه ميدار، فيه ما يدار، والموجه بقى الله باجيه، ماشي الموجه زعما دابا راه دايزه وانت راك الفوق ولا هادي تفوت عليك، لا الموجه بقى، الموجه هي هادي جايه، وفهمتي الموجه هي هادي كبيره، وباقي الناس الله هنايا لتحت باقي، فهمتي؟ باقي باقي باقي، فهمتي؟ الموجه الله باجيه، ماشي في امريكا الموجه تما كتسالي، بقاو غير الكبار، الموجه في اوروبا حتى هي شبه كتسالي، وغادي يبقاو غير الكبار. الموجة في افريقيا باقي الله بغات تبدا، المغرب باقي فيه 100 دار، الجزائر باقي فيها 100 دار، تونس باقي فيها 100 دار، مصر باقي فيها 100 دار. انا خدام في مصر، انا خدامين في مصر، الماركت ديال مصر او ماركت زوين، السلك تجي رخيصه، شيبينغ واعر، ما ندخلش في الديتيلز لان فهمتي، لان غادي نكون معاك واضح فيها، انا كنعاود كل شيء، شي حاجه اللي غادي تضرني، اللي مبني على ستيتس ديالي اللي حنا خسرنا عليها فلوس، تيستينا الشركه ديال الشيبينغ كاملين، خدمنا معاهم كاملين، تيستينا لي سيرفيس كاملين، ما ندخلش في الديتيلز ديال تيستينا المدن كاملين، شي مدن مزيان فيهم الشيبينغ، شي مدن ما مزيانش فيهم الشيبينغ، ما نجيش ندوي في الديتيلز، لان بحال اللي قلتي انت خسرتي على واحد الماركت، انا واحد الماركت انلايز خسرتي عليه الزبابله الفلوس، غادي تجي تعطيها لواحد، ما يمكنش، نيفر نيفر غانا بي فري، وما تنبيعهاش وما غاديش نبيعها، لاقداش انا خدام بها، بغيتي تونكاجا في مصر مرحبا بك، فهمتي؟ انت جي خسر في الاول كذا، اناليزي السوق، عارف شنو اللي خدام لك شنو اللي ما خدامش لك، جرب بحال الشركات ديال الشحن تمايا، جربهم خسر شويه، فهمتي؟ ما تستناش ديما الواحد يعطيك السمك، نكون معاك واضح، راه ما عندي ما نخبي عليك، خاص تجي انت تحط معنا رجلك في الغيس، تغطس رجلك شويه، تغيس، طيح تنوض، تشد معنا الطريق، فهمتي؟ ماشي نكون حنا بدينا واحد التيم كبير، قد جينا شحال من حاجه، خدمنا نجيو نعطيوها لك واجده،
لازم تورك لايك ذات، وغادي خصك شريك مصري بيان سور، حتى هو غادي تقلب عليه. المهم شوف شمال افريقيا فيه مين يدار شي اخوان، تيعاودوا لي على كينيا، تيعاودوا لي شي حوايج خياليين ما تجيش تيقوا، تيعاودوا لي على كينيا خدامين فيها لي كوميرس دايرين فيها شي حوايج خياليين، شي اخوان كيدو على نيجيريا تيدو في شي حوايج خياليين، فهمتي؟ افريقيا فيها مين يدار، الموجه باقي الله باديه، علاش لا ماش تبر انت واحد راس المال تبدا هنا في المغرب، نورا تدوز للجزائر، نورا تدوز لمصر ولا تونس، نورا علاش لا من هنا واحد 3 سنين 4 سنين تلقاك في افريقيا لتحت، واي نوت؟ ولا جد تجلس مقابل وما بغاوش يقولوا لنا السر، بغاوش يقولوا لنا ذا فاكين سيكريت، ذا فاكين سيكريت هو ان عندك واحد التيم من وراك، فهمتي؟ الفاكين سيكريت ديال الفلوس كثيره هو خدامين معاك ناس، بدل ما كنتي كدير 1000 درهم في النار وليتي مخدم معاك 10 وكدير 10000 درهم في النار، وليتي مخدم معاك 100 وليتي كدير 100000 درهم في النار، هذا هو الفاكين سيكريت اللي مخبين عليك، فهمتي؟ ما كاينش شي سيكريت كاع، ما كاينش شي واحد عنده شي سيكريت، شي واحد زعما كاين شي واحد من هاد المضافكرز خدام بوحدو كيدير 100000 درهم في النار، تيديرها نهار يومين ثلاث ايام شهر شهرين تيوقف ليه البيزنس عام، تيتسد ليه البيمنت بروسيسور، تيتسد ليه سترايب، كيتسد ليه باي با، لانه ما كانش كيجاوب عباد الله، لانه كانوا تيتحلوا عليه الديسبيوت وكان تيميك عليهم وكيوقف ليه البيزنس، لانه هاكا تيطرى، لانه ما كانش خدام ديك الخدمه ديال المعقول، ديال عنده بنادم جالس مورا البيسي كي كيتحل الديسبيوت كيدوي مع الناس علاش حليتي الديسبيوت كذا كذا، ماشي مشكله غادي نعطوك غنعطوك الريفاند، الله يسهل لك الله يوفقك، ما كانش كيرد لعباد الله فلوسهم، ما كانش حتى تيجاوبهم، كون الا بس كون ما كيردش لهم فلوسهم ما تيجاوبهمش، حتى الجواب ما تيجاوبهمش، تمشي اشنو هو وات از ذا فوكين سي، علاش كتخبيو على الدراري؟ شكون هذا المدافكر هذا اللي عنده ما يخبي على الدراري؟ شكون هذا اللي عنده شي حاجه ما يخبي على الدراري؟ ما كاين حتى شي واحد عنده شي، ما كاين احترامي وانت انا اعتبرني واحد من القرود، ما كاينش شي قرد عنده شي حاجه يخبي على الدراري، ما كاينش هذا، فين هو هذا اللي قال شكون هو هذا اللي عنده السيكريت؟ ولكن انت كذبتي على راسك واحد الكذبه بحال كيما كذبوا على الفيل، الفيل ملي كان صغير داروا له واحد اللعيبه في رجليه تيجي يبغي يتحرك تتعقرو، ملي كبير كاع ولاو مركبين ليه واحد الخويط على رجليه تيقول لها لا تحرك ترى غادي تعقرني خليني جالس هنا، وفين ما مشى كيجرو، هو راه فيل، والفيل هو اقوى حيوان كاين في الغابه، ماشي هو السبع، راه السبع والفيل الا تلاقاو راه الفيل يدقدق السبع، هادي ما عمر قالوها لك، ولكن تفلاو عليه بداك الحبل اللي كيلول على الرجل، وانت من والك حتى على الرجل، انت تزاديتي قال لك انت تلاقيتي مع واحد خونا لوين ليه الحبل على الرجل وكسفتي معاه قلتي ليه دابا هادوك كي تيديروا يعوموا قال لك اريح الارض هادوك راه عندهم السر حتى انت الوالي كالحبل على الرجل وليتي تقول حتى انت هذا السر عافاك اخويا قولوا لنا شنو هو السر سرتكم مش اصاحبي اش من سر الله يهديك فين هو السر لقيناه حنا نتعشاو به السر ولا الحماق الله يا سيدي فهمتي تتلقى هكا واحد مكتف بالعقل ديالو لان كلشي الفيل مكتف من هنا راه مكتفش من رجلي لان الا تكتفتي من هنا هي الخطيره الفيل كتفو من رجليه وصافي ملي كان صغير كان تيبغي يتحرك كتعقرو هذيك اللعيبه وكان صغير يعني كيبغي يتحرك كتعقرو ولكن ملي كبر راه واخا يجيو عليه رجله غادي يجر السوق هو يحطو دار شد دار حطها هكا وشد شي بودرع كدا مع الفيل غادي يجي الفيل غادي يجر ديك الدار كامله غادي ريبه هذا غادي قوه الفيل عاد تجي انت تلوي شي حاجه ولكن بقى مبرمج انه ملي كان صغير كان كيبغي يتحرك كضرو رجليه قال صافي خليني بلا ما نحاول نقاوم خليني غادي انت نفس القضيه تلاقيتي مع واحد الفيل جيتي قلتي ليه كيفاش دوك الناس وصلوا وقال اتاريح اصاحبي اش عندهم ما يوصلش حتى هاد والله الا وراك شي حاجه شتي اصاحبي اللي طيح على شي سر مكمش عليه انت شنو قلتي عقش هاد خونا عنده السر هاد خونا هذا عارف راه كاين شي سر صافي حتى انا نمشي نقلب نمشي نزوقهم لعلا وعسى يعطوني السر خويا سيمو الله يحفظك داك السر اجي اخويا نبيل الله يحفظك داك اخا يجي حيا لا الا ما قولينا السر لحقاش كنتلاقى مع الدراري فهمتي كنتلاقى مع الدراري تيبقاو فيا كنكون غادي في الشارع كيجي عندي السلام خويا سيمو الله يحفظك اخويا وانا راني مقهور وكنعاني وكذا ومولا وليدات لا مرحبا اخويا اش بغيتي نعاونك لا خويا ما باغي لا مساعده لا ماديه لا والو الله يحفظك اخويا سيمو انا اخويا سيمو بغي توريني الطريقه شي سر الله يحفظك شي لعيبه ندبر بها هكا على الفلوس والوليدات وكذا هكا اخر مره هكا في اكادير انا وجي حي خارجين مع شي جوج الليل واحد خونا جوج هما جوج دراري شدونا خويا والله خويا تعرف الوضعيه ديالنا خويا شنو الوضعيه ديالك هاكا من الاخر ندوي واضح ندبر عليك بشي 100 درهم وتمشي تفوتنا لا 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 خويا لا حنا ما محتاجين حنا خدامين واحد الخدمه على قد الحال ولكن اخويا لا الا ما دبروا علينا بشي سر الله يعطيكم خويا راه ما كاينش حاجه سميتها السر
راه هاد المدفكر اللي قال لكم كاين السر راه كذب عليكم. واخويا الله يحفظك، لا شو اخويا راه خصك تخدم، راه انت راه لي كوميرس والله باجي كذا كذا كذا. لا لا اخويا الله يحفظك، شفت لي كوميرس صاحبي فيه تمارح، حنا اخويا بغينا شي فلوس بارده اصاحبي، فينا هو البارد؟ لقيناه حتى حنايا، لقيناه حنا نتصوروا معاه. واخويا زعما راه كنقولوا زعما كاين شي سر تديروا به الفلوس بارد، فينا هو اخويا الفلوس بارده اللي كنديروا حنايا؟ شكون اللي كذب عليك قال لك كنديروا فلوس بارده؟ راه ماشي كنعرقوا فيها، راه متنا فيها، دوزنا 14 16 ساعات. ولكن اخويا السمو دابا راه كنشوف انا السطوريات ديالك راه كتبان لي مسافر. راني مسافر ولكن راه كاين واحد التيم من ورايا واكلين الدق يوميا وخدامين يوميا وما كيزكروا حتى النهار، وعندهم المانجر كيتحاسب معاهم هنا وقيته داخلين وهنا وقيته خارجين. وبالعكس عندنا التيم ما بقيناش كندققوا معاه هنا وقيته داخل وهنا وقيته خارج، عندنا التيم ولاو حتى هما اش نقول لك، حتى هما ولاو ما لقيتش شي كلمه من غير نقول انهم كاملين في كاع الدول، ولاو عندنا التيم قتاله من الاخر بحال هكا. التيم ولاو عندنا كاملين قتاله، كتقول ليه جي تخدم من 10 الصباح ل 6 العشيه هو تيجلس لك حتى 9 الليل في البيرو. علاش؟ لان كل ما بيع عنده فيها الكوميسيون، كل مكالمه عنده فيها الكوميسيون، داك الكول سنتر كل هذاك اللي كيدير الميديا باينغ في الفيسبوك كل ما بيع عنده فيها كوميسيون، داك خونا اللي كيكونفيرمي الاوردرز في الكول سنتر كل ما بيع عنده فيها الكوميسيون، ما بقاش كيبغي يخرج لك معاه، ما بقاش كيبغي يخرج مع 6 ولا كيجلس لك حتى 9، ولاو كيبغيو يجلسوا طلع 10 كنقول لهم لا اخر وقت باش تخرجوا هو 9. ما بيان سور ما شفتيش هادو، شفتي اخونا السيمو ما شفتيش فيا ماش كان كنوض مع الخمسة الصباح وكيخدم، شفتي فهاد البيريود هادي اللي في المغرب اللي جالس يصور لك ستوريا بحال هكا وكتقول صافا والله الا عندهم شي سر كيديروا فيه، ما كاينش انت اكزيست هاد الحبس هذا ديال السر. والله تيبقاو فيك الدراري اصاحبي، تيبقاو فيك تضيعوا الشباب ديالهم. والسر هو واحد الحاجه، هو واحد خونا قلبك جا لواليك الحبل على رجليك، هو فيل مزرف ديجا فهمتي، ديجا عقلو الواولي الحبل وبقى جالس بلاصتو، وجيتي انت الواوليك الحبل وبقى جالس تما ضيع وقته، ضيع انت وقتك. وشوفوا شي خونا حتى هو اخر ضيعوا ليه وقته. انا من الشيء الاخر شنو كندير؟ كنحاولوا لا لا واسا، كاين بيان سور كاين واحد ليفيكت، كاين واحد البيك فاكين امباكت، واحد الناس كتنوضهم كتقول لهم نوض سير خدم على راسك، راه القضيه ساهله، حاول تجيب 10 دراهم، حاول تجيب 100 درهم، واحد النهار غادي تولي عندك واحد لاميثود كتجيب 1000 درهم، اللي الا جبتي جوج الناس خدموا معاك كتولي 2000 درهم، جبتي 10 الناس خدموا معاك كتولي 10000 درهم، جبتي 100 ديال الناس خدموا معاك كتولي 100000 درهم. This is the fucking secret اللي كاين. وما تيغركش داك خونا اللي كيقول لك ها انا تندير 10000 دولار في النهار. صاد داروها بزاف الناس، داروها نهار جوج ثلاثة تسد لهم الباي بال. هاد الهضره ما تيقولوهاش لك، هاد الهضره هي اللي تيخبيو عليك. تسد ليه باي بال، تسد ليه سترايب، وقف ليه البيزنس دقه وحده ومشى تكمش وعطى له هادشي باتساع والله يعاونو. تيجي عاوتاني تيبغي يعاود المحاوله، كيتسد ليه باي بال، كيتسد ليه سترايب، كيتسد ليه كلشي، كيتسد ليه تشيك اوت، وكيمشي فحالو وكيدوز حياته بحال هكا. هذا هادشي هو اللي ما كيعاودش لك، هادشي هو اللي تيخبيو عليك، هذا هو السر اللي مخبي عليك، هو ان دوك التصاور. وخير دليل، شوف 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 بنادم الفلوس تيبانو على مولاه. شوف خونا ما تيسافر، ما فهمتي، ما تيدير حتى حاجه في حياته، ماشي على قد ما تيسافر تيبانو. كتحرك الا واجد يكون عندك دي ديبلاسمون، كنت محرك الفلوس داخله، غادي يكون عندك شي صداع ولا شي روينه خاصك تسافر تفكها، شي حاجه خاصك تفكها. المهم شوف باينه مورقه، خونا ديما مريح فواحد القوا في راس الدرب ومريح ديما، ما تندوش على اللباس على حقاش نيفر غادي نتناقشوا على اللباس. على حقاش حتى انا ما كنلبس وما عنديش الوقت باش نلبس، وشحال ما تقول لي عندك اخي السيمو حسبنا لك. بالعكس داروا لي كاع واحد البوست في واحد الجروب صيفطوا لي المود الضحك، داروا لي 4 تصاور، قال لهم الا قال لنا السيمو لايف اللي جبنا شي تصويره ديال السيمو لايف هذا العام هذا لابس شي قميجه من هاد 4 القوامج عنده 10000 دولار، ورقوني فهمتي، عندي 4 القوامج وما راس المال، راه هما في الباليزه ديالي هذوك وما راس المال. كتلقى شي ناس كيتموت يقول لك علاش اخاي السيمو ما 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 كيهتمش باللباس. لا صاد وي دونت هاف ذا فاكين شيت ديال الوقت ديال اللباس. واحد التصويره حطيناها في الانستغرام فيها بزاف ديال الدراري واقفين مغاربه، كل بزاف ديال الدراري واقفين مغاربه، قلت هنايا راه الدراري كيديروا تبارك الله شي ارقام، واقفين في هذه الصوره بزاف ديال المليونير. غتمشي تقلب راه كاينه في الانستغرام ديالي، غتمشي تقرا في الكومونتير، واحد خونا فهمتي داك الكومونتير، هذاك الكومونتير ضحكنا عليه واحد الضحكه هيستيريا الدراري كاملين ولنا كنطلعوها به. واحد خونا قال لنا، قال لي اخويا راه حاولنا نتيقوكم ولكن حالتكم ما كتبينش على هذا الشيء، دونك بركه من الكذوب. وهذاك الكومونتير وليت كنستعملو فهمتي، كنقولو بريحي حنا الدراري كنقول الدراري بربي لا
بربي لا حالتكم مقهوره الدراري، سيروا بدلوا سيروا ضربوا لكم شي لباس الدراري صعب، راه ما كتبانوش مليونير. عمرنا كنطلعوها بداك الكومونتير بيناتنا. اخر مره جالس كنتعشى مع الدراري الشقار حكيم مروان مريح بحال هكا، تنقول الدراري بربي لا تتبانوا الحاله مقهوره صاحبي، سيروا صاحبي ضربوا لكم شي لباس. ولا كنطلعوها بيناتنا بداك الكومونتير، ولا كنضحكوا ديما به فهمتي. واحد خونا حتى هو واحد التصوير انا ويحيى وحكيم والشقر لابسين كوستيمات هكا عاديين في هذاك ليفينمون واقفين، واحد خونا تاهم كومونتي لنا خويا راه ما كتعرفوش تلبسوا اخويا، او سيروا شوفوا لكم شي واحد، سيروا شوفوا لكم شي واحد خدموه معاكم يولي يلبسكم صاد. او جيف ا فاك على اللباس اصاحبي، انت مريض اصاحبي بهذا الشيء. واحد الموضوع حنا ما هذا الموضوع ما تيدخلش لنا الفلوس. كون كان الزواج كون كان واحد خونا كاتب لي الزواج 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 تما تشا، كون كان اللباس كيدخل لنا الفلوس كل كان اللباس كيدخل لنا الفلوس تلقانا حنا الاولين فيه. اللباس ما كيدخلش لي فلوس الصاط، اللباس ما فهمتي. حنا ما خدامش كوميرسيال ماشي في الواجهه. كون كنت شي 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 خونا حاطه في الواجهه ويجيني فهمتي، دوك الناس اللي حاطينهم في الواجهه مثلا عندنا واحد الشركه تاع السوشيال ميديا مانجمنت، واحد الشركه تاع الادفيرتايزينغ، دوك اللي كيمشيو عند الناس البيروات ديالهم يجي ما لابسش مزيان وتجيني خبارو اجري عليه فهمتي، تقول لي لا خويا شنو انت خصك تجي لابس مزيان. اما انا راه نمشي بحال هكا الصباح للبيرو غير احتراما، ما نمشيش بحال هكا فهمتي. هذا اللباس ديال الناس نمشي به للبيرو فهمتي، نمشي به للبيرو ما كاينش اللي تحاسب معاه. وكون كان تيدخل ليا الفلوس، كون كان تيدخل ليا الفلوس تلقاني لابس، ولكن ما هادشي يدخل ليا نبقى نحمق راسي هنا شنو نلبس اليوم باش نبان اليوم صافا. اللي نطنو غادي نلقى ديك القويميجه على ديك الجاكيطه الكحله المعروفه فهمتي، واخا ديك الجاكيطه كتجي لنا المشاكل فهمتي. تقول لهم هادي جاكيطه واحد الفيديو، هادي جاكيطه ديال الدراري وشنو هادو الصم ماذا فاكرز، قال لك صوروها عاوتاني لوحوها في الجروب باش انا ما عرفتش دوك الجروب باش فيهم مين مسالين راسهم فيهم الحطايه. اش من جاكيطه ديال الدراري واش راه دايره 250 دولار اش صاحبي، راه جاكيطه ديال الدراري واش عليها دايره 250 دولار ماشي يعني 250 دولار اش كتفرح، 250 دولار راه جاكيطه ديال الدراري واش لحقاش داك صاحبي نعتمان تيضرب جاكيطه ب 3 مليون وعندو جاكيطه اخرى ب 4 مليون. واحد صاحبنا اخر مشات ليه سميتو حتى هو تيضرب جاكيطه ب 3 مليون، هادو هما الجاكيطات اللي ماشي ديال الدراري واش. اما انا راه يدرويش فهمتي ومتيت عليا فهمتي، جو كيطا عادي شنو 250 دولار از فاكين نوتينغ، انا ما كنضيعش فلوسي في داكشي. الدراري دابا ديال الويب راه كيضربوا جواك 3000 4000 دولار، الله يستر لهم الله يوفقهم كل واحد والقناه ديالو. انا لا ما نضيعش فلوسي في داكشي، انا اللي نتنض بحال هكا تنخشي شي حاجه في رجليا داكشي اللي قسم الله كنلبس شي حاجه وكنتكل على الله مع الطريق. الله يوفق الجميع. هاد خونا زرولني نهار الكومونتير هذا بالزواج، الزواج متى تزو خويا؟ انا باقا خويا الله خاطب باقي ما نتزوجش ان شاء الله، باقي تنشوف عرسك انت ان شاء الله نسبقوك انت الاول وديك الساعه ديك الساعه نتزوجوا ان شاء الله. شوف ما انا مثلا ما عنديش نبقى ندوي في الفيوتشر، ما عنديش انا نقول بصراحه ما نكذبش عليك فهمتي، ما باش ما نصدركش، ما عنديش نبقى ندوي في الفيوتشر بلانس فهمتي. انا تنكون صاط بقات جوج دقائق يسالي هاد اللايف هذا بالزربه صافي تبارك الله عليكم. هاد النقطه غادي نقولها ونمشي بحالي نجمع راسي ندوب بالزربه، معليش علينا ندوب في الفيوتشر فهمتي، معليش علينا ندوب على الفيوتشر بلان اجي ندير اجي ندير اجي ندير عايز عليا باق تلقاوني درت. وملي كنقول اجي ندير عرف ان راه ديجا تسنات شي كونطرا على ان هادي الطرا واحد البلان ديال قلت خمسه، قلت راه جاي واحد الطوموبيله في الطريق كتسوى خمسه المرات هادي خمسه، ديجا تسنات ديجا تسنات الكونطرا وديجا تعطى العربو فهمتي. يعني تنضمن الحاجه حتى نقدر نقولها، وهادي تعلمات حتى هي ما عمر تبقى تحل في فمك بلا 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 بلا، لان البلانه تجي خسرها الصاط الا ما غارونتيتيش فهمتي، الا ما غارونتيتيش فهمتي، الا ما سنيتيش الصاط الا ما سنيتيش وضمنتي حقك ما تدوش فيه. شو تقول انا خدمت في واحد البوس شنو سنيت شي وراق هكذا، لا لا ان شاء الله ما تشوف من بعد ما تيسترش البلان صافي فهمتي. علاش تسولني شي اسئله ما نقدرش نجاوب؟ واخا نبغي نجاوب ما نقدرش نجاوب فهمتي، لان غادي تخسر البلان فهمتي. ما تكونش ما عمر تدوي على لي بلون ديال الفيوتشر ديالك. تعلمت هذا القطاع يا الاخوان الكاملين تبارك الله عليكم.